من الدقهلية أيضا مراسل القاهرة الإخباري محمد جمال، أعود لك محمد. طبعا الدقهلية كما كنا نتحدث في اليوم الأول والثاني من المحافظات الكبيرة في التصويت، أيضا المترامية الأطراف فيها عدد كبير طبعا من المصوتين، سواء من الريف الذي تشتهر به هذه المحافظة أو حتى من الحضر من قلب المدن. فكيف تبدو الأجواء إلى الآن لديك في اليوم الأخير من تصويت الناخبين؟ نعم حساني، مع مرور الساعة الأولى من ثالث أيام انتخابات الرئاسة المصرية، إقبال كبير من الناخبين على مقر الاقتراع واللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر المقبل. الناخبون هنا في هذا الإقليم توافدوا على مقر الاقتراع قبل بدء عمل اللجنة لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق. الأجواء هنا حساني ليست مقتصرة على عملية التصويت، بل هناك نوع من الفرحة والاحتفال ممزوج بعملية التصويت. هنا المواطنون في هذا الإقليم يحتفلون باختيار لرئيس مصر المقبل الذي بالطبع سيعمل على إدارة البلاد في الفترة المقبلة، لذا هناك حرص كبير من المواطنين في محافظة الدقهلية على الحضور إلى مقر الاقتراع والإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق. هناك خدمات مقدمة وتسهيلات مقدمة من قبل السلطات المحلية لتسهيل عملية الاقتراع على كبار السن، على ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم، من خلال وجود متطوعين يصطحبون هؤلاء من ذوي القدرات الخاصة ومن كبار السن وإدخالهم إلى مقر الاقتراع وإرشادهم إلى كيفية الإدلاء بالصوت من خلال الإجراءات القانونية التي يقوم عليها القاضي رئيس اللجنة. هذا إلى جانب اللافتات الموجودة التي أوجدتها الهيئة الوطنية للانتخابات لإرشاد المواطنين بخصوص الكيفية القانونية للإدلاء بالصوت. كيف ينعكس محمد، يعني كيف ينعكس لديك كما قلت وجود المظلات والكراسي المتحركة الموجودة في كافة؟ طب لو تسمعني، لو تسمعني محمد، كيف ينعكس وجود الإشراف القضائي الكامل على اللجان في وجود أريحية واطمئنان بالنسبة للناخب الذي يصوت في اختيار مرشحه الذي يمثله؟ القاضي بالضبط يطبق كافة الإجراءات القانونية في داخل اللجنة. الناخب يذهب إلى اللجنة فبعد الاطلاع على بطاقته الشخصية ومن ثم اختيار مرشحه ومن قبل ذلك التأكد من هويته الشخصية، هناك ثقة تامة حساني من الناخبين في العملية الانتخابية التي تتم تحت إشراف قضائي كامل. القاضي أيضا يقدم الدعم لأصحاب الهمم من المكفوفين من خلال بطاقات مطبوعة بطريقة برايل وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمساعدة ذوي الهمم على المشاركة بصورة فاعلة في هذه العملية الانتخابية. كما كنت أقول لك حساني في اليوم الأول من هذه العملية الانتخابية، هذه المحافظة من المحافظات ذات الكتلة التصويتية العالية بواقع 4.5 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وعلى مدار الاستحقاقات الدستورية السابقة كان لها نصيب كبير من المشاركة الإيجابية سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب أو حتى التعديلات الدستورية. دائما ما كان هذا الإقليم صاحب دور إيجابي في هذه العملية. نتحدث عن 663 مركز انتخابي يضم 947 لجنة فرعية. كافة هذه المقر الانتخابية تستقبل الناخبين على مدار الساعة. دعنا حساني أذكرك أن المقر الانتخابي الذي أتواجد أمامه الآن يضم 3 لجان، إحدى هذه اللجان هو مقر متعلق بالمغتربين. هذه اللجنة منذ اليوم الأول تستقبل أعداد كبيرة، خاصة وأن هذا الإقليم إقليم زراعي صناعي يستقبل وافدين من مختلف الأقاليم المصرية للعمل في مجال الصناعة، وبالطبع هم حريصون على المشاركة في هذه العملية الانتخابية. هذا ما رصدناه من خلال المشاركة الإيجابية منهم على مدار
اليومين السابقين او حتى في الساعه طيب محمد من اليوم الثالث. محمد يعني كما قلت اقليم الدقهليه من الاقاليم المهمه طبعا في مصر، كما قلنا هناك مجتمعات زراعيه، مجتمعات صناعيه، مجتمعات حضريه مدنيه. كيف ينعكس التنوع في هذه المجتمعات على التنوع في الفئات المشاركه في التصويت؟ الفئات المشاركة في عملية التصويت في القرى كما هي في المدن، هناك تنوع في عملية التصويت ما بين كبار السن الحريصين على المشاركة في هذه العملية، إضافة إلى فئة الشباب التي دائما ما كانت صاحبة النصيب الأكبر في المشاركة في عمليات الانتخاب وعمليات الاستفتاء على مدار السنوات الماضية. كان هناك حرص كبير حتى من السيدات ومن الفتيات، الحرص كان من خلال هنا في مدينة المنصورة وهو بندر المنصورة إلى جانب القرى التي شهدت إقبالا كبيرا على مدار اليومين السابقين، إضافة إلى أننا تواصلنا مع كثير من المنظمات وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين حرصوا على متابعة العملية الانتخابية هنا في هذا الإقليم. وهذا ما تحدثوا معنا بخصوصه هو المشاركة الكبيرة في عملية الانتخاب. لكن هل هذه المنظمات المتابعة طبعا منظمات من محلية، منظمات عالمية من أكثر من دولة طبعا تتابع هذه الانتخابات وخاصة في المحافظات المتطرفة مثلا والبعيدة عن القاهرة والجيزة، هل تم رصد أي مشكلات متعلقة بسير العملية الانتخابية من قبل هذه المنظمات المراقبة لهذه الانتخابات في اليوم الأول والثاني محمد؟ 14 منظمة مجتمع مدني دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية تعمل على متابعة هذه العملية الانتخابية في نسختها الحالية. تحدثنا إلى كثير ممن زاروا اللجان الانتخابية ومقر الاقتراع في محافظة الدقهلية حول رؤيتهم ومتابعتهم لتلك العملية، قالوا أن المشاركة الإيجابية والمشاركة الواسعة هي سيد الموقف في هذه العملية الانتخابية، وأنهم لم يلحظوا حتى الوقت الذي كنا معهم فيه لم يلحظوا أي معوقات، بل أشادوا بالتسهيلات التي تقدمها السلطات المحلية لمساعدة الناخبين على إنفاذ عملية الاقتراع وتسهيلها عليهم. بمجرد دخولك حساني إلى المقر الاقتراع لا يستغرق الأمر سوى نحو دقيقتين لتتم عملية التصويت واختيار رئيس مصر المقبل. طبعا يعني أنت تحدثت عن نقطة مهمة وهي المكفوفين، لجان المكفوفين وكيف أنهم يتعاملون في التصويت بلغة البرايل، طبعا هذه نقطة مهمة وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات. إذن هذا ينعكس طبعا على وجود تسهيلات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الأخرى، يعني محمد بالنسبة لتوفير الكراسي، المقاعد، الاستراحات، حتى يمكن أيضا الإدلاء بصوتهم وانتظار الوقت للإدلاء بالأصوات في ظل هذا الازدحام الكبير. الطبيعة حساني أن هناك طابور يلتزم به الناخب للإدلاء بأصواته لمزيد من التنظيم لسير عملية الانتخاب، لكن كبار السن وذوي الهمم ليسوا ملزمين بالوقوف في هذا الطابور، هناك متطوعون متواجدون داخل مقر الاقتراع يصطحبون كبار السن عبر كراسي متحركة لإدخالهم إلى مقر الاقتراع لضمان تسهيل عملية الانتخاب على هؤلاء الناخبين، ناهيك بالطبع عن وجود مظلات ينتظر فيها كبار السن. الأمر حساني كما قلت ليس مقتصر فقط على عملية التصويت، الأجواء هنا في هذا الإقليم أجواء احتفالية بصورة كبيرة كما قلت، هم يحتفلون باختيار رئيس مصر المقبل الذي سيعمل على إدارة البلاد في الآونة المقبلة. إذن سوف ننتظر معك مسار التصويت في الساعات المقبلة. محمد جمال مراسل القاهرة الإخباري أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من الدقهلية.